الملف العالمي، ولا يخلو الأمر من تغريدات ترامب ومن وصف الوضع المقاوم في البيت الأبيض. عندما نسمع كلمة مقاومة نتذكر أيضا الفلسطينيين، ولكن هناك مقاومة من نوع آخر في البيت الأبيض، ووصفها ترامب في الخيانة. وعن هذا الموضوع وأكثر نلاحظه في العناوين العالمية في العالم العربي. نشر على رأي اليوم: السياسة الإسرائيلية احتلت واشنطن، وطاقم السلام الأمريكي يهاجم العرب والفلسطينيين باجتماع مغلق ويلمح لأقل من دولة بصفقة القرن. كشف النقاب عن عمق التأثير الإسرائيلي الصهيوني على صناع القرار في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومن الطرف الثاني منح المشاهدين المشاهدات فرصة نادرة للتعرف على آراء وأفكار الطاقم الذي يقود السياسة الخارجية في واشنطن في كل ما يتعلق بالشرق الأوسط، وانحيازهم التام للموقف الإسرائيلي اليميني المتطرف، بحيث يسود الانطباع بأن أعضاء الطاقم باتوا صهاينة أكثر من هرتزل وكاثوليكيين أكثر من قداسة البابا. وفي القدس العربي، باراغواي وجهت ضربة قاسية لنتنياهو. اعتبرت إسرائيل ووصفت قرار باراغواي بإعادة سفارتها من القدس المحتلة بضربة قاسية للغاية ومباشرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. بينما يعمل نتنياهو للحصول على اعترافات دول أخرى بالقدس عاصمة لإسرائيل، يحدث العكس. وأضافت أن كولومبيا اعترفت بدولة فلسطين، وباراغواي سحبت اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، وهذا يجب أن يشعل الضوء الأحمر في إسرائيل. وفي روسيا اليوم، ترامب يغرد بكلمة واحدة: خيانة. علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقال لموظف في البيت الأبيض نشرته صحيفة The New York Times، ويدور الحديث فيه عن حركة المقاومة في إدارة الرئيس. وكتب ترامب على صفحته في تويتر: الخيانة. وفي وكالة رويترز، إسرائيل تغلق سفارتها في باراغواي رداً على قرار إعادة السفارة إلى تل أبيب. أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإغلاق سفارة إسرائيل في باراغواي بعد ساعات من إعلان الحكومة الجديدة هناك أنها ستعيد سفارتها من القدس إلى تل أبيب. وفي صحيفة الشرق الأوسط، فلسطين ستفتح سفارة لها في باراغواي فوراً. أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الفلسطينيين سيفتتحون لهم سفارة في باراغواي فوراً، وذلك بعد إعلان باراغواي عن سحب سفارتها من القدس إلى تل أبيب. وفي يور نيوز، أن جزء من المقاومة في داخل إدارة ترامب، وذلك كان مقالاً نشر من قبل مسؤول رسمي كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها أن العديد من كبار المسؤولين في البيت الأبيض يعملون خفية على تعطيل جوانب من أجندة ترامب لحماية البلد من اندفاعاته. وأشار الكاتب إلى أنه لا أجندة خاصة للمقاومة في داخل البيت الأبيض، وإلى أنه والزملاء الذين يعمل معهم يعتقدون أنها نجحت في جعل الولايات المتحدة أكثر أماناً وازدهاراً. وقال أيضاً أن الرئيس الأمريكي يواجه اختباراً لرئاسته كما لم يحصل لأي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. وأخيراً في وكالة الأناضول، مستوطنون يؤدون طقوساً دينية في المسجد الأقصى. قال مسؤول في إدارة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس أن مستوطنين أدوا خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى، واصفاً الأمر بتطور الخطير جداً طقوساً دينية. وقال فراس الدبس مسؤول قسم الإعلام في إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس أن متطرفين أدوا اليوم طقوساً دينية خلال اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى، شملت صلوات وأناشيد دينية. وأضاف: جرى الاستفزاز هذا بحماية الشرطة الإسرائيلية التي تواجد عناصرها في المكان دون تدخل لوقف هذا الأمر. وتابع: نعد ما جرى بأنه تطور خطير جداً، وهو ليس الأول، ولكنه ينذر بالمزيد من الخروقات، سيما في ظل دعوات لتصعيد الاقتحامات للمسجد الأقصى في الأعياد اليهودية. إذن مشاهدينا، كانت هذه العناوين الفلسطينية والإسرائيلية، ولاحظنا قلق الصحافة الإسرائيلية عندما انشغلت في القرار المفاجئ للباراغواي بإغلاق سفارتها في القدس ونقلها إلى تل أبيب، واعتبروها ووصفوها بأنها ضربة مباشرة لنتنياهو وطعنة شخصية له. مقابل ذلك رحبت لبنان في القرار وتدعو جميع الدول اتخاذ قرار مماثل. إلى هنا مشاهدينا، نأتي إلى ختام حلقة اليوم من مترو الصحافة. لقاؤنا يتجدد غدا في نفس الموعد. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.